واحد من الطلبات جاني من غير ما أركز بالاسم، طلع لي رجال، تفاجأ قال لي أنت كريم؟ قلت له إيه كريم. قال يعني أنا أبارك لك هالشيء، وبالعكس أنا كنت متخوف في البداية، بس لما شفت سواقتك مرتبة وما تسرعين وتمشين على الإشارات صراحة أنا نزلت وأنا كلي سعادة وفخر إن يعني أنت بنت عربية مثلي وتسوقين في بلد محافظة مثل هذا. طبعا أنا من أول دائما أطلب يعني كريم، وما في طبعا عنصر نسائي، لكن صراحة يوم طلبت كريم وشفت عنصر نسائي مرة انبسط، يعني راحة نفسية أكيد، أحس في ارتياح حيل كثير.